ونبقى في لحج، حيث نظم منتدى الخضيرة وجمعية الأمل في لحج ندوة بعنوان حوطة لحج إثبات وجود، لمناقشة وضع حد أمام عدد من المشاكل بالمدينة. وتعيش الحوطة أوضاعا متردية في عدد من الجوانب الأمنية والمعيشية والخدمات الأساسية. مراسلنا مختار شاتل والتفاصيل. في إطار مساهمة منظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية لوضع تصور وحلول العديد من القضايا التي تعاني منها مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، عقدت ندوة بعنوان حوطة لحج إثبات ووجود، وذلك للوقوف أمام العديد من القضايا لوضع المعالجات والحلول لها. تم مناقشة المحاور الرئيسية الأربعة: الانفلات الأمني والجرحى، الإغاثة، المحور الثالث الخدمات بين المعاناة وكيفية سبل تحسينها، النقطة الرابعة المنازل والمباني المتضررة. والهدف من هذه الندوة الجلوس والحوار لوجود مخرج للأزمات بالحوطة وتبان. الفعالية التي شهدت تقديم العديد من المداخلات من قبل المشاركين أثريت وخرجت بعدد من التوصيات تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. خلص المشاركون في هذه الندوة إلى دعوة السلطة المحلية للقيام بواجبها والعودة إلى عاصمة المحافظة. 8 أشهر هي فترة تحرير مدينة الحوطة وتبان عن سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح، لتترك وراءها المنطقتان منكوبتان، بيوتا مهدمة ومرافق حكومية مدمرة، تحيك عن قياب الخدمات العامة التي تثير تقزز المواطنين كهذه القمامة وتردي خدمتي المياه والكهرباء. يأمل الناس هنا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحسنا ملحوظا في مختلف المجالات، وعلى المواطن الإسهام مع الدولة في تدليل العديد من الصعاب. ليبقى السؤال: هل ستستعيد عاصمة محافظة لحج عافيتها ودورها الريادي، أم أنها مجرد مواقف وفعاليات لتهدئة احتقان الشارع؟ مختار شعتل، لقناة بلقيس، محافظة لحج.